مهام مختلفة على متن صاروخ روسي. السعودية والإمارات وتونس في الفضاء. شقت ثلاث دول عربية طريقها للفضاء على متن صاروخ روسي. حمل الصاروخ سيوز 2 من كازاخستان 4 أقمار صناعية، 2 للسعودية و1 للإمارات وآخر لتونس. السعودية أعلنت أن قمريها شاهين وكيوب مصنعان محلياً 100%. أيضاً القمر الإماراتي دي إم سات والتونسي تحدي 1 صنع بنفس الطريقة. مهمات: لأقمار الدول الثلاث مهام مختلفة. شاهين 6 سيرصد حركة السفن والملاحة إضافة إلى الرصد التلسكوبي. أما القمر الإماراتي مهامه تتعلق بالبيئة ورصد متغيراتها، كما ستكون مهمة تحدي 1 التونسي تتعلق بإنترنت الأشياء، وهو مفهوم متطور يربط كل الأشياء بالشبكة العنكبوتية. الصاروخ الروسي حمل أقماراً صناعية لعدة دول أخرى، منها روسيا، إسرائيل، تايلاند، كندا، البرازيل، ألمانيا، هولندا، إيطاليا، الأرجنتين والمجر. سوريا زارت الفضاء عام 1987 بوساطة مركبة سوفيتية. عن طريق مشاركة رائد الفضاء محمد الفارس. لكن سلطة دمشق حذفت الرحلة من تاريخها بسبب إعلان الفارس معارضته السياسية للسلطة. برأيك، ما المقومات التي اعتمدت عليها تلك الدول للوصول إلى الفضاء؟